عذاب مشوار ألم جريح أمشي وينه اللي ضاع حبه الغربة تاهلني العذاب مشوار قال الجريح امشي ويله اللي ضاع حبه الغربة تاهدي قالوا العذاب مشوار قال الجريح امشي ويله اللي ضاع حبه الغربة تاهدي والغربة تاهدي والغربة تاهدي والغربة تاهدي والغربة تاهدي. ده مش صحيح، قول لي ان الورق دي غلط، ان ده مش اسمك، مش احمد جوزي، لا لا ده واحد تاني، واحد تاني معرفوش، عمري ما عرفته، لا لا عمري ما عرفته ولا عرفني، لكن لا 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 في حاجه غلط، دي كذبه
كذبة مش حقيقة. لا مش حقيقة. أحمد، 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 إيه اللي حصل؟ أرجوك يا أحمد، أرجوك اصحى. قولي كل ده كذب، كل ده كذب. قولي يا أحمد. انتوا الاتنين جوزي وصاحبتي. لا 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 لا. قولي ان ده مش حقيقي. قولي ان ده مش حقيقي. ماما أرجوك تعالي شوفي حصل إيه. قولي لي أتصرف إزاي. أعمل إيه يا ماما؟ أنا مش قادرة أجيلك، مش لاقية رجلي، أعصاب مات، قلبي مش حاسة بيه. جايز مات، لكن أنا لسه عايشة. أنا عايشة يا ماما. تصوري. تعالي يا ماما، تعالي بسرعة لو قدرتي. هاربة من كف القدر. أنت وأنا جناحي حمامة مغرورة حمقاء لا تعرف لها أرضا ولا سماء. أحمد خالد. أهلا وسهلا. ليالي صاحبتي. ليالي؟ أيوة. قلنا إنها فرصة سعيدة جدا وأنا الحقيقة لازم أربح. هل أنت ما لحقتيش شكلي؟ معلش بقى المرة الجاية. امتى؟ مش عارفة. انا هبقى اتفق معاها يعني. اوصلك يا عيني؟ لا معلش خليكم مستريحين، انا عارفة السكة. مع السلامة. انتي وانا سماء وارض. بعيدة جدا يا سمائي، أميال من زمن ولا قبلنا. بعيدة أنت وقريبة أنت، وقريبة جدا، قريبة كالهمسة بيننا. أنت وأنا سر
سر بيننا. ليالي. ايوه يا احمد. تصوري اني نمت وانا حلمت بدالك. قوم يا احمد، في حد على الباب. قوم ما يزعجش يشوفك كده. وليه سبتيني نايم كده؟ كنت واخد منها وما رضيتش تصحى. خير يا بنتي. صباح النور يا ماما. ايه ده، ما بتردوش على الجرس ليه؟ ده انا كنت همشي. اصل راحت علينا نومه غريبه. ده انت باين عليكي ما نمتيش دقيقه واحده. لا ابدا يا ماما، وعشان انا مش مسرحه شعري. بس احمد فين امال؟ ده هنا لسه ما خرجش. ماما زي بابا ونبيل. انت مالك يا بنتي الاول؟ مفيش. هو في ايه؟ زي بابا ونبيل يا ماما. نبيل بيقول يمكن نتيجته تطلع النهارده. ربنا معايا. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا احمد يا ابني؟ الله يسلمك. ماما جايه تطمن علينا. فيها الخير. عايزه حاجه؟ مستعجل؟ اصل افتكرت ان عندي ميعاد بدري كنت ناسيه. انا اذنكم. معلش يا ماما، اصل عنده ميعاد بدري. انا هعمل لك قهوه. ليالي، مالك يا بنتي؟ مفيش. انا هعملك فنجان قهوه. مفيش ازاي؟ ده لازم في حاجه حصلت. القهوه مش مهمه دلوقتي. المهم يا ضنايا ان اكيد في حاجه حصلت. ده انت بتعيطي يا بنتي ومتغيره خالص، وكمان احمد مش زي عادته. قوليلي يا ضنايا، قوليلي في ايه يا بنتي؟ ليالي، في شيء؟
ليالي، في حاجة بينك وبين أحمد؟ اتخانقتوا؟ أمال دموعك دي ليه يا ضناي؟ في إيه يا حبيبتي؟ أنا مش عايزة أزعلك يا ماما، مش عايزة أضايقك، مش عايزة أصعب عليك ولا أصعب على نفسي. يا ماما أنا هتخنق، مش قادرة، مش قادرة يا ماما. أنا دلوقتي ماليش غيرك يا ماما، ماليش غيرك. منى صاحبة عمرك، منى وأحمد مش معقول، مش معقول. شفتي ماما؟ شفتي أحمد يعمل كده دلوقتي؟ ليال، انتي عارف ما لحقتش اقول له، كانت مفاجاته اسرع. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا ماما، مش عارف. فكرني يا ماما، انا مش قادره، مش قادره. مش عارفة أقول لك إيه، مش عارفة إطلع. يا رب يا رب يا رب دبرني من عندك يا رب. فضلك اطلب لي انسه. صباح الخير. اهلا، صباح الخير يا حمزه. عرفت انك وصلت النهارده بدري، اصلي عايز اتكلم معاك كلمتين. معلش يا حمزه، وقت تاني، اصلي مشغول شويه. لا معلش يا احمد، اذا كنت متصور ان انا هخرج، لا انا اصلي في موضوع مهم قوي عايز اتكلم معاك فيه. لما تتكلم انا سامعك. انا عايزك تسمعني كويس يا احمد. في ايه يا حمزه؟ منى، منى مالها؟ منى في مشكله يا احمد. مشكله؟ مشكله ايه؟ انا انت عارف كويس انها في مشكله يا احمد. انا كل اللي اعرفه ان اعصابها كانت تعبانه اليومين اللي فاتوا، عشان كده كانت محتاجه فتره راحه. كل اللي انت بتقوله ده مظبوط، انما ده ما يبررش ابدا انها تبقى غايبه لمده طويله دي عن المجال، ما تتصلش بحد حتى اقرب الناس ليها. ده انا بكلمها في التليفون عمتها تقول لي الزيارات ممنوعه، المواعيد ممنوعه، المقابلات ممنوعه. خايف حتى ابعت لها ورد تقول لي الورد ممنوع. يعني جايز اللي بتقوله ده صحيح. طب انت عايزني اعمل لك ايه؟
منى بتهرب يا احمد، بتهرب من حاجه، واللي تعبها نفسيا هي حاله الهروب اللي هي فيها دي. هروب، هروب، لفظ باستمرار بنستعمله، انا مش فاهمين معناه ايه. منى فنانه وجميله وليها وضعها، تكون بتهرب من ايه؟ فعلا منى فنانه وجميله وليها مكانتها في المجله ومعرضها ورسوماتها، بس ناقصها حاجه مهمه قوي. ايه؟ انت احمد. انا؟ ايوه انت، انت عارف كده كويس. منى طول عمرها كانت بتبص لك على انك مجرد زميل، مجرد شاعر بترسم له دواوينه وقصايده، لحد ما اتجوزت ليالي. ساعتها اكتشفت منى انها كانت طول عمرها متعلقه بيك من غير هي يمكن ما تحس. السلام على التحليل النفسي. طب انت دلوقتي عايز مني ايه يا حمزه؟ منى، منى لازم تتجوز يا احمد. تتجوز؟ ايوه تتجوز. تتجوزي ليه؟ اشمعنى انت اتجوزته وبقى لك بيت والانسان اللي جنبك زي ما في ليالي جنبك يا احمد؟ منى محتاجه في انسان يكون جنبها، فهمني؟ يا ترى مين الانسان ده؟ اقرب انسان ليها، اكتر انسان يحس بيها وبيفهمها. ايوه مين يعني؟ انا يا اخي انا. انت فاهم انت بتقول ايه يا حمزه؟ ايوه انا عارف كويس قوي انا بقول ايه. انا سبق ان طلبت من منى انها تتجوزني ايام ما كانت تعبانه وعندها انهيار عصبي. تصورت ساعتها ان انا بقول لها الكلام ده مجرد عطف عليها، عشان كده رفضتها. تسمح تقول لي انت بتقول انا الكلام ده ليه؟ عشان عايزك تساعدني. اساعدك؟ ايوه انت اللي لازم تخطب لي منى. انت اكيد اتجننت. لا ابدا، انا ما اتجننتش ولا حاجه، انا عاقل جدا ومتزن. منى مش ممكن هتوافق على انها ترتبط باي بني ادم في الدنيا الا اذا انت اتكلمت معاها واقنعتها. هي مستنياك دلوقتي يا احمد، مستنياك، مستنياك عشان تقول لها اقبلي حمزه. ايه رايك فيه؟ حمزه زوج مناسب لك؟ ده اذا كان يهمك انك تساعدها يا احمد. حمزه انت بتقول كلام غريب قوي. منى مش ممكن هتوافق انها تتجوزني يا احمد الا اذا انت كلمتها. ارجوك يا احمد، انت لك تاثير عليها. احمد انت انسان بتحب، قطعا هتقدر مشاعر انسان بيحبه ويهمه انه يسعد حبيبته. ارجوك يا احمد ساعدني. عايز اعمل لك ايه بالظبط؟ تروح معايا البيت عندها، تكلمها، تكلم عمتها. انت الوحيد اللي هتقدر تاثر عليها يا احمد وتخليها تقبلني، وسيب الباقي عليا. انا متاكد اني هقدر اساعدها بقيت عمرها. حمزه ممكن تنسى الموضوع ده خالص؟ لا لا يا احمد مش ممكن هنسى. انا ما عنديش موضوع تاني دلوقتي. من فضلك يا احمد ارجوك تعالى معايا البيت عندها، كلمها. ها قلت ايه؟ يا ماما مبروك يا نبيل، النتيجة طلعت؟ الحمد لله يا ماما، نجحت وجبت امتياز. عارفين يعني ايه امتياز؟ امتياز. مبروك يا نبيل، ألف مبروك. قلت لبابا؟ لا لسه، أنا جيت على هنا على طول. ماما بقى هي اللي تبلغه. روح أنت قول له يا نبيل. لا يا ماما، أنا هقعد مع ليالي، في مشروع مهم عاوزين نتكلم فيه. نبيل ليالي تعبانة شوية. تعبانة؟
ليالي انت تعبانه؟ معقول؟ طب تعبانه ليه؟ طب ايه اللي هيتعبك؟ مش معقول ها؟ خلاص خدت امتياز وبقيت باشمهندس قد الدنيا. يلا بينا بقى نروح نبلغ الناس المهمين. جميل. ايه قدمتي لابسه اهو والوقت مناسب. يلا بينا بقى نروح لمنى. ليالي انت ناويه ترجعي في كلامك ولا ايه؟ لا لا اه ده انا معتمد عليكي. ده انت اللي هتقولي لها كلمتين حلوين من الكلام الحلو بتاعك ده بقى. ها نبيل خد امتياز هيبقى باشمهندس كبير والمستقبل قدامه. ياه وتقعدي تقولي انت بقى كلام حلو من ده. ها ليالي ايه رايك؟ ليالي قلت ايه؟ لا بقى ماما هو ده اللي كنت عايزاه يا منى؟ ايوه يا عمتي بس مش عارفه مالي حاسه اني سرقت احمد من ليالي مع ان هي اللي سرقته مني في الاول. منى مش كفايه اللي حصل لك وحيرتنا مع الدكاتره؟ انت كنت عايزه تعملي في نفسك ايه اكتر من كده وفي انا كمان؟ انا متاسفه يا عمتي انا ضايقتك معايا بس مش عارفه من غيرك كان ممكن يحصل ايه. أنا طول عمري قلبي مفتوح لك يا منى وبيتي هو بيتك صغيرة ولا كبيرة ما تعتريش هم وده بيتكم وأحمد عارف كده. أحمد له بيت تاني وست تانية فيه بس الفرق بيني وبينها إن هي مش عارفة إن أنا ما اتجوزاه وأنا بس لوحدي اللي عارفة. بطلي الكلام ده يا منى. أبطله وإذا بطلته يا عمتي هبطل أفكر فيها. صحيح أنا جوزت أحمد ومعايا عقد جواز لكن إيه الفايدة قاعدة في البيت مستخبية ورا الأنسة منى عشان مفيش حد يعرف عشان ليالي لو عرفت ممكن تتعذب قوي كده. منى بنتي أنا شفت كنت تعبانة عيانة من غير عيا عينيكي مفتوحة وما انتيش شايفة اللي قدامك بتتحركي بتاكلي لكن زي الخيال وكان قلبي بيتقطع عليكي قلت أعمل حاجة بس عشان أرجعك للدنيا. الدنيا أديني رجعت للدنيا يا عمتي وقفت على الأرض تاني واتجوزت أحمد. تسمحي تقولي لي فين أحمد دلوقتي؟ أكيد في الشغل يا بنتي. وبعد ما يرجع من الشغل هيرجع على هنا ولا على هناك؟ أنا عارفة إن أحمد هيرجع على هنا مش هيقدر يستمر في الحياة بالشكل ده أبدا وضروري هيقول لها ده إذا كان ما كانش قال لها لحد دلوقتي. ده كان ممكن يساعدني أكتر من كده وأنا عيانة. يا ريتني ما اتجوزته يا ريتني يا ريتني. منى ما تظلميش نفسك يا بنتي. سيبيني يا عمتي سيبيني اواجه نفسي اقول لنفسي الحقيقه بقى الحقيقه اللي بهرب منها مش عارفه الاقيها. سيبيني اواجه الدنيا اللي بتلف حواليا وانا بجري منها بجري. سيبيني يا عمتي سيبيني. احمد ارجوك ليه مش عايز تساعدني؟
اهلا اهلا يا سعاد. اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا يا حمزه. اتفضلي. اهلا يا سعاد. ايه انا قطعت حديث ذو شجون؟ لا لا ابدا. اتفضلي اتفضلي. مالك مكشر كده ليه؟ انا عمري ما شفتك كده. لا ده ما فيش حاجه، بس انا كنت عايز احمد يساعدني اني اخد صوره حلوه عن اذنكم. مش عايز تساعده ليه يا احمد؟ ها؟ لا ابدا، انت عارفه هزار حمزه. لا لا لا، ده اول مره انا اشوفه بيتكلم فيها جد. حمزة أكيد قصده حاجة تانية، حاجة خاصة. أيوة. شكراً. ما قريناش ليك أي حاجة جديدة، دي قصيدة جديدة؟ لا ده محاضرة كنت قلتها في ندوة الشعر وعايزين ننشروها. ناس كتير كانوا متوقعين يقروا لك حاجات جديدة بعد جوازك، لكن للأسف مفيش أي حاجة. يا ترى ليه؟ يعني كل فنان محتاج لفترة راحة. قصدك يعني ان الاستقرار ضد ابداع الفنان؟ انا ما قصديش حاجه يا سعاد. ارجوك ما تضايقش من كلامي يا احمد، انت عارف ان في علاقه ابديه بينا، انت بتكتب وانا بنشر لك، واذا كنت دلوقتي بقول لك الكلام ده ده لاني مديونه لك بنجاحي ووقوفي على رجلي. انت فاكر؟ فاكر يا احمد انا استلمت دار النشر شكلها ايه بعد موت جوزي؟ ولولا دوانك الاولاني والتاني انا ما كنتش قدرت استمر. ومع كل متشكره قوي يا استاذ احمد. سعاد سعاد من فضلك ارجوك ما تضايقيش مني، كمان ما تبالغيش. يعني اللي انت وصلتي له ده وصلتي له بقوه ارادتك وحظك. لا 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 يا احمد، ده مش مجرد حظ او اراده. لا انا كنت محتاجه العاطفه. ايوه ما تستغربش، عاطفه زي عاطفه الام لبنتها. كنت عايزه اتبنى طفل، قضيه، حاجه اتحمس لها واشوفها بتكبر قصادي عشان اقدر اعيش معاها وليها. وانت يا احمد اللي اديتني الفرصه دي في دوانك الاولاني. اللي فكرك بكل ده دلوقتي؟ أنا عمري ما نسيت ده يا أحمد. أنا أكتر واحدة عارفة كل كلمة بتكتبها جاية منين. عارف؟ عارف زي مين؟ زي واحدة بتصلح بيانو واحدة تانية بتعزف عليه. اللي بتصلحه بتبقى عارفة كل لحن جاي منين، من أي وتر، حتى لو نشاز برضو بتعرف النشاز منين. سعاد اعتقد ان انا كمان فاهمك كويس. اكيد كلامك اللي بتقوليه دلوقتي له سبب. ممكن توضحي لي تقصدي ايه؟ انا حاسه انك فيك حاجه متغيره. مش انت يا احمد اللي تشوف ديوانك اتقطع قدامك وتسكت
تحاولش تصلح الموقف، وما تحاولش حتى تسألني إن كنت أنا قدرت أعمل حاجة للديوان ولا لأ. سعاد أنا آسف، أكيد الحكاية دي سببت لك مشاكل مع الموزعين، لكن ضروري أنا ما بتكلمش عن مشاكلي الخاصة. أنت عارف أنا ما استسلمش بسهولة، وتأكد إن أنا هقدر أحل كل مشاكلي المادية مع الموزعين، لكن أنا بتكلم عنك أنت. أنت يا أحمد. أنا؟ أيوة أنت. أنا الحقيقة يا سعاد أنا قريت كل كلمة، كل حرف في ديوانك الجديد، مرة واثنين وثلاثة، مش زي أي قارئة أو قارئ ولا حتى ناقد، مش زي منى وليالي، لأ تقولي ديواني الجديد؟ ديواني الجديد خلاص تقطع انتهى. اتقطع ده بالنسبة لك، بالنسبة لمونة وليالي، لكن مش بالنسبة لي انا. انا مش فاهم انت عملت ايه؟ النسخة الوحيدة اللي بخط ايدي مونة قطعتها. ده صحيح، وانا اخدت الديوان اوراقه مقطعة، جمعتها سهرت معاها كلمة كلمة، أحط كل جملة على ورقة مع جملة تانية من ورقة تانية، في الوقت اللي انت كنت فيه مع ليالي، وكانت منى رافضة ترسم أي حاجة للديوان وبتقطع كلامه، وهي مش عارفة إنها جوه الكلام ده. أنا مش فاهم قصدك ايه. قصدي ان انا جمعت قلبك وعواطفك حتة حتة، مع كل كلمة، مع كل حرف، مع كل صفحة من اللي سهرت فيها يوم واثنين وتلاتة، ولما جمعت ده كله اكتشفت الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ مش عارفة ان كان من حقي اقولها لك. من حقك يا سعاد. سعاد زي ما انت قلتي انت ليكي معزة خاصة عندي، احنا تاريخنا طويل مع بعض قبل منى وقبل ليالي، انت الانسانة الوحيدة اللي عارفة الجانب الصعب اللي فيا، الجانب الغريب، عارفة جانب الفنان اللي جوايا، وده الجانب اللي ما بيكذبش يا احمد. الجانب ده هو انت. الديوان ده كله مكتوب لمنى في الوقت اللي انت ارتبطت فيه بعليالي. انت فاهم معنى ده؟ سعاد انت عارفه ان منى هي الروح اللي بتجسد كل كلمه بكتبها. احمد ما تكذبش عليا، أو ما تكذبش على نفسك. في الأول كانت ليالي هي مهمتك، أول ما تعرفت بيها وجودها مهم، رأيها مهم، لغاية ما اتجوزتها اكتشفت ساعتها مش إنك استقريت، لا اكتشفت إن أنت فقدت الأجنحة اللي كنت بتطير بيها. كلام غريب أوي ده، تحليل نفسي. انت كان المفروض تطلعي دكتوره مش ناشره. الفرق بسيط قوي قوي بيني وبين الدكتوره. في التحليل النفسي بتتكلم وتتكلم لغايه الحقيقه ما بتظهر، وانت اتكلمت اتكلمت في 200 صفحه فولوسكاب،
وانا عرفت اللي عندك، عرفت اللي جواك. احمد، انت بعد ما اتجوزت ليالي حسيت انك في الحقيقه كنت عايز تتجوز منى؟ سعاد، لو اي انسانه تانيه هي اللي كانت بتتكلم كنت قلت لها اسكتي، كنت منعتك من الكلام. ويلو اللي ضحوا بحبه والغربة تاهي